اختيروا نوصحكم نعود دائما حاضرين بجانبها ونوصوها وننصحوها بذلك اللي هو تطلع المواطن الموريتاني. اعلن يعود هذا دعم الغاز اللي تم الاحتفاظ به انه يبقى مستمر، ونعرف على انه يشكل عبء كبير اللي الدولة تحمل حكم انها قريب من نصف تكلفة قنية الغاز، معناها المواطن حكم انه يخلصها لنص التكلفة اللي مجبور بها غاز. اختيروا نأكدوا على اهمية يبقى سعر الكهرباء ما يتغير فيه شيء، ونعرفوا على انه مكلف، يقدر نعرفوا على انه ايضا مهم جدا، ونعرفوا على انه تكلفته ناتجة على انه الكهرباء تستخدم فيها للمواد اللي هي اللي عادت لحالتها. نختاروا نقدروا حكومتنا الجهد اللي بذل ومراجعة قانون الميزانية الأخير اللي رصد 138 مليار لإبقاء على دعم هذه المحروقات اللي تم تخفيض دعمها لها بالثلث، ومازال اليوم لتر غازوال إلى أن يشري حد من الستاسيون تعود الدولة متولية عنه 290 وقيم سعره، ومازال لتر اسانس إلى يشري حد تعود الدولة متحملة عنه 215%. إجمالا حزب الإنصاف بجانب الشعب يحس بنفس الإحساس اللي يحس، ويطلع أعلن الحكومة كل ما تاحت الفرصة أعلن فماتي متسع بانحصار الأزمات اللي سبت اتخاذ هذه القرارات، الحكومة تعود جاهزة. الإعلان ذاك انعكس بأكبر سرعة وأكبر قدر على مواطنينا، خصوصا الفئات الهشة منهم، خصوصا منهم أهل الريف الشباب والنساء. ندعو أيضا الحكومة لتكثيف جهدها خصوصا في مراقبة الأسعار باش يعود هذا التراجع والله انخفاض الدعم ما يعود مليك يستغله حد، فعلا انه يعد زيادة في الأسعار ما هي زيادة مبررة، يعود رقابة الأسعار أيضا تعود تكثف في الزمن وتعود حاضرة باش يعود مصلحة المواطن يتم صيانتها. ندعو مواطنينا طبعا لأنهم يتفاهموا ذي الظروف اللي يعرفوا هم اللي عندنا خلقت في الدول كامله، ماني قايل فما تيها دول ماني حاسب دول مازال يكون تاثرت بها. نعرف على ان المحروقات بالخصوص على انها معظم الدول زادتها، واحنا دولتنا من اخر الدول اللي جاءت هي الظروف مكرهه على ان حكومتها اتخذت هذه الاجراء لهم.